امسك يا اخوي. دي متعلقاته بتعمل معاكي ايه؟ انا مراته الاولى ولازم متعلقاته تبقى معايا. طب ما انا يا جماعه مراته الثانيه ولازم متعلقاته تبقى معايا برضه. انا مراته وام عياله. انا مراته وام عياله برضه. على فكره انا مراته وام عياله وانا عياله. اماما اصوصي سيداني. حرامي الحقوني حرامي. مش ناوي تقول لنا بقى ايه علاقتك بالناس دي وواخدين من وشك قناع ليه؟ وانا ايه عرفني يا باشا؟ انا راجل عمده يعني شخصيه عامه. انت بس يمكن ما تعرفنيش، انا ما شاء الله يعني اشهر من نار على الحله من اول الجيزه لحد شلالات اسوان. يا راجل. اي والله فنزات في كل حته. يعني انا كنت لسه داخل نزران دندره، فرع دندره، لقيتهم عاملين لي ميداليات وعاملين لي فانوس رمضان، رفعت عليهم قضيه. دي حقوقي. بالاخر كده يعني بيقولوا علي الاندلون الصعيد. الاندلون؟ يعني انت ما بتعرفش الناس دول مين؟ استغفر الله العظيم. لا. ولا بتشبه على صوتهم؟ حضرتك مصمم تركبني ذنب. انا لو اعرف اقول على طول، انا الخباثه مش توبي. فكر كويس يا كبير. طيب خليك قاعد بقى معانا شويه لغايه لما تفتكر. محمود خد الكبير حطه في الحجز لغايه لما يفتكر براحته. يا ريت امك كانت قفشت على ابوك وبيتته على الكنبه في ليلتك المجندله دي.